كل التحضيرات قمنا بها، وكان دراسات عديدة في مجلس الحكومة من خلال تحضير هذه الصائفة هذه. وأنا أؤكد لكم يعني الطاقة الكهربائية موجودة يعني من ناحية الإنتاج كافية لتغطي الطلب. الطاقة الآن الموجودة في الإنتاج هي 20,000 ميجاوات. الطلب المتوقع إذا كانت عندنا ذروة وكانت عندنا يعني صيف حار جدا، الطاقة المتوقعة هي 15,000 ميجاوات إلى 15,600 ميجاوات. هذا هو المتوقعين يكوننا في وقت الذروة من جويلية إلى شهر أوت. كل الوسائل مجهزة، 33 مركز وكذلك منطقة في جنوبنا الكبير دعم فيها كل إنتاج الطاقة وتوزيع الطاقة.